دوك اللي نقدر نقول لك منذ تعيين من دول الفتره ديال التعيين ديال السي عبد اللطيف الحموشي اللي هي في ماي 2015 اللي حسبناها دابا غتعطينا واحد العام ونص بلا ما نافقه. كنا معروف بالحوارات ديالي كنكون ديريكت. طراو تغييرات بزاف والدليل على ان كاين واحد التغييرات بزاف ان حتى الصحافه تنقولوا ما بقاش كتهضر بزاف على العقابات ديال رجال الامن الانتحارات ديالهم والمشاكل وزيد وزيد المشاكل نقصات ماشي ماشي تحيدات كلها مي نقصات وغداو كتنقص. الفتره ديالو تميزات بعدد ديال التغييرات منها البدله تبدلات منها الصالير ديال رجال الامن تبدلات العدد ديال التنقلات صيفط هذا صيفط هذا جيب هذا نقصات باك صاحبي حتى هي نقصات باك صاحبي نقصات في الريكروتمون ونقصات حتى بينات رجال الامن تنقولوا اغلبيه اللي كانوا الكبار ما كاين باك صاحبي اللي عنده شي واحد تيدير واحد البوست تيحطه في واحد البوست دابا ولا الشفافيه تنقولوا والتغيير راه غادي مزيان ولكن المطلوب ان عدد ديال رجال الامن ما مواكبينش داك التغيير ان تنقولوا السي عبد اللطيف حموشي غادي ب 160 وكاين شي وحدين باقيين غادي ب 40 ولا تيقولوا داك المثال ديالنا بالمهل تيتكلب ودنجان دوك ما غاديش معاه في داك الخط ديالو ونتمناو غادي يواكبوا حتى هما باش يكون التغيير كيف خصو يكون من دابا واحد المده ديال نقدر نقول لكم دابا 5 سنين يمكن يكون واحد التغيير كبير. ولا شفنا العقابات مؤخرا اللي تخدات في حق واحد العدد ديال كبار المسؤولين في الامن الوطني انا تلقاها في محله حيت قبل ما كانتش او كانت قليله ولا تنقولوا دخل من هذا الباب وخرج من هذاك الباب. العقابات اللي تخدات خاصه كاين شي وحدين من كبار الامن ملي كيشدوا واحد البوست تنقولوا تيورثوا تيولي ديالو خاصو يدوز الواحد بحاله ولا شي واحد منه باش داك الشيء تيبقى عار بيناتهم. التنقلات اللي طرات او العقابات توتالمون موافق عليها في محله. اول حاجه كترد الثقه لذاك البوليسي الصغير ان شحال من بوليسي صغير محقور في الخدمه ديالو من الشاف ديالو او القرايدي اللي كبر عليه واخا تيشكي او تيدير شي حاجه كتبقى كتلعب الكره بيناتهم تنقولوا ما عمرها كتوصل الاداره ولا هذا. وعدد ديال المسائل ما عمرهم تيوصلوا خص الناس يعرفوها بالعدد ديال المسائل ما عمرهم تيوصلوا للمدير الكبير حيت دائما كاين واحد السلم كاين واحد تنقولوا واحد السيركل بيناته قبل اللي تيحاول ديما يبلوكي ما تيخليش شحال من حاجه تدوز او ما تيخليهاش توصل ما تيخليهاش توصل. وبعض المرات تبقى يقول لك هذاك السيد راه خايب راه خايب راه خايب راه شحال من واحد اللي تتقولوا راه خايب راه ما كتوصلليهش المعلومه او ما تيخليهاش تدوز ليه. وهاد العقابات كاع اللي داروا راه في المصلحه ديال المواطن باش يكسب الثقه ديالو وحتى هي في المصلحه ديال الشرطي او البوليسي اللي هو صغير باش يكسب الثقه في راسو يكسب الثقه في المدير ديالو وفي الامن. وبهذه الطريقه غادي غنوصلوا لواحد التغيير مزيان. الى شفنا هذه المده او هذه الفتره اللي كاين فيها سي الحموشي دونك تنشوفوا باللي عدد ديال الانجازات اللي تحققوا في صفوف رجال الامن اللي يمكن ما تحققاتش من 1956. اسمح لي كناكد على هذه النقطه حيت هذاك 1956 كانت البدايه تنقولوا او التاسيس ديال رجال الامن وشحال الحوايج ما داروش. دوك اللي داروا في هذا الوقت او في العصر ديال السي عبد اللطيف هو مثلا البدله تبدلات الصالير زاد الوضعيه الاجتماعيه تحسنات العقابات نقصوا واهم في هذا كاين جوج النقاط اللي كان خاصهم يداروا هذه واحد 20 عام في المغرب. اول حاجه رد الاعتبار رجل الامن ان البوليسي ولا تيحس براسو راه بوليسي والهيبه تترجع ليه باقا ما عندوش مي تترجع ليه. وفي نفس الوقت ما يمكنش نطلبوا من واحد السيد يلاه تعين في البوست ديالو هذه عام ونص وغادي يدير واحد التغيير اللي كان خصو يدار هذه 50 او 60 عام. القيمه ديالو رجعات ليه ولا تيحس براسو راه رجل امن وعنده الكرامه ديالو وما بقاش ديك الحقره اللي كيمارسوا عليه الشعب او المواطن. هذا من جهه. الجهه الثانيه ان رجل الامن اللي جبد السلاح ديالو ويضرب المجرم وما خايفش استعمال السلاح ديالو بالعكس قبل كان كياكلها تيطيح تيتعدى عليه مواطن يدخل فيه واحد الطوموبيل يضرب واحد بالسيف او بموت وخايف يجبد السلاح ديالو تقلب عليه الايه يقول لي علاش خدمتي السلاح وزيد. العكس دابا غير زيدوا استعملوا السلاح كاين حتى مشكل ان عنده واحد الاداره اللي كتحميه ومستعده تدافع عليه في المكان ديالو. كي تنعرفوا في اي مهنه كاين اللي عنده
كاين اللي ما عندوش راه ما عندوش، واخا يمشي لاكبر جامعات في المغرب راه ما عندوش. كاين اللي تخلق في الدم ديالو تخلق لواحد الحرفه، وخاصه الامن تتبان في الرجل، الامن تتبان في اللبسه ديالو، في الهيبه ديالو، في المشيه ديالو، في الحركات ديالو اللي تخلق ليها راه تخلق ليها. وكاين اللي تشدو ديال اكبر جامعات في العالم وما عنده حتى علاقه، غيبان ما عنده حتى شي علاقه. الخبره ديال السي حموشي، طريقه ديال العمل ديالو، خاصه جاي من واحد الجهاز اللي هو الدي اس تي، دونك جاي مع واحد الخبره هي كبيره وكتساعد بزاف. طريقه ديال العمل وخاصه في محاربه الارهاب او محاربه الجريمه، تنقولوا الجريمه الكبيره، راه تبين على المجهودات اللي دارت في الداخل ديال المغرب، المجهودات اللي دارت برا على المغرب، والنتيجة ديالها هو الجوائز أو رسائل تاع الشكر اللي كيتوصل بها أو تسلمها من فرنسا، من الإسبان، تنظن من أمريكا حتى هي، وتنظن جايين دول أخرى. إن في محاربة الإرهاب راك شتي المغرب ديالنا راه تنقولوا راه غادي مزيان، الله يحفظه. وطريقة التعامل ديال الجهاز الأمني أو على رئاسة سي حموشي، دوك عنده تنقولوا عنده واحد النتائج اللي ضروري باش تشجع واحد الشخص كيما بغى يكون نوعه، سواء من الصغير حتى الكبير، هو بواحد الجوائز او هضره زوينه او رسائل تاع الشكر ولا. بطبيعه الحال هو الجمع بين جوج ادارات اللي هي لا دي اس تي او الاداره العامه للامن الوطني، تنقولوا ذاك الجمع بيناتهم تقد تولي قوه. ما نساوش باللي عندنا واحد المشكل احنا في المجتمع العربي هو ذاك التواصل. كتكتب لواحد الاداره باش يجاوبوك، يمكن 6 شهور عام عادي يجاوبوك. هذه هي ما بين الادارات، ماشي ما بين المواطن والاداره، ما بين الادارات مشكل، واخا يكونوا تقريبا في نفس الجهاز. دونك الطريقه كيفاش تجمعوا بجوج تنشوفها غير ايجابيه للمغرب، او التعامل والنتيجه ديالها هو التعامل مؤخرا مع الارهاب، مع الجريمه بصفه عامه، غادا بواحد الطريقه اللي كنقولوا غادا وكتمحي، كتمحي هذا النوع ديال الجرائم. ان كون بقاو جوج ديال الادارات مفارقين ما غيجمعوش المعلومه، والمعلومه دابا شنو هي اللي مهمه في اي جهاز ديال الامن؟ هو المعلومه. بحال ملي تنخاطبوا الشعب او كنخاطبوا المواطن، ما تنطلبوش منه يتدخل ملي تكون واحد الجريمه، نقز على هذا، شد هذا، قتل هذا او هذا. تنطلبوا من المواطن هي يبلغ، اعطينا المعلومه، اعطي المعلومه للجهاز ديال الامن، لا دي اس تي او الجهاز اللي مختص، الشرطه تنقولوا العلميه او لا بي جي او ليرجي، خاصك هي اعطي المعلومه. ما تنطلبوش منك انت كمواطن تدخل ودير وتبع وصوب، لا، هي عطينا المعلومه. واحد ساكن حدايا واحد السيد ماشي هو هذاك، واحد راه تيدخل ويخرج مثلا الدري الصغار، المهم عطينا المعلومه، والمعلومه راه هي كل شيء، راه كتسوى بالملاير المعلومه. الا عندك معلومه راه كل شيء. دابا اللي ولا المعلومه اللي كانت كتاخذ واحد المده طويله باش توصل لواحد الجهاز ولات كدوز ديريكت بحال هكا. من لا دايس تنقولوا الاداره العامه للامن الوطني ان عندهم مدير واحد وفي مصلحته المعلومه تجي بالزربه. تقولوا الطريقه ديال العمل ديال الجهاز الامني في المغرب، عنده اللي مدعماه واللي معاوناه، هو واحد الحاجه اللي تنسميوها في المغرب تقريبا عندنا 35 او 40 مليون رجل امن، لكل مواطن تنقولوا توصل المعلومه بطريقته، شي حاضيشي او تبرقيب باللغه ديالنا. ما نساوش عاوتاني الطريقه ديال التعامل ديال السلطات، اللي هي كاين واحد الحاجه اللي مهمه في المغرب وما تنظنش كاينه في شي دوله اخرى، هي اللي تنسميو بالمقدم. المقدم السو مقدم وزيدو زيدو زيدو هي غاده. دوك شي توصل شي المعلومه اللي تجعلها تقد توصل بالزربه، كلشي عارف شكون هذا، فين ساكن، شكون باك، فين داخل. كاين في اوروب مثلا كتلقى واحد ساكن حدا واحد ما تيعرف لا سميتو، ليش كيدير، شكون داخل عنده، شكون خارج عنده، تنقولوا تيديها في حياته. هذيك مزيانه من واحد الجهه، ولكن في هذا العصر اللي تنعيشوا فيه وفي هذه الفتره اللي تنعيشوا فيها اكثر فيها الاجرام او الارهاب في العالم كله، ان الجار ديالك خاصك تعرفوا شكون هو، اش كيدير، ملي تيجيب فلوسه ولا كيعايش ولا زيد. في هذه الظرفيه
هذاك التبركيك اللي كنا ضده او ما تنبغيوهش واحد الوقت، الصراحه دابا انا تنشجع عليه، زيد بركك ولكن وصل شي حاجه صحيحه عاوتاني، ماشي تهضر الهضره الخاويه او توصل معلومه خايبه. هذاك التعامل ديال السلطات او المعلومات اللي كتوصل اترافير هذا الشيء كله اللي قلت، هي اللي كتجعل ان الجهاز الامني ديال المغرب او المخابرات الامنيه في مكافحه الارهاب كتجعلها من تقريبا من احسن ما كاين في العالم. علاش؟ حيت المعلومه كتوصل ليها، ولا بروف ان عدد ديال الدول هي فرنسا، بلجيكا، الاسبان، ايطاليا، يمكن حتى الولايات المتحده ودول اخرى كتشكر الطريقه ديال التعامل ديال الجهاز الامني ديال المغرب، خاصه السي لطيف حموشي اللي عرف كيفاش يتعامل مع هذه المعلومات وكيفاش يوظفها ويعطيها لدول اخرى. دونك كاين واحد التعاون وشراكه، ولا بروف راه كاين الملك ديال بلجيكا مثلا كان اتصل بجلاله الملك وشكره شخصيا على التعامل وعلى المعلومات وعلى المجهود اللي كيديروا الجهاز ديال الامن الوطني ولا دي اس تي بيان سور تايا. بكل صراحة حضرت شخصيا، حضرت المؤتمر او الكوب 22 وحضرت في نفس الوقت حضرت العدد ديال المؤتمرات في العالم، حلم باي دولة تقريبا حضرت لها سواء كانترفونو او كزائر باش نشوف الاجهزة الامنية كيفاش منظمة، كيفاش هذا الدخول الخروج تاع الناس، الكونترول كيفاش كيدار. تقريبا من احسن ما حضرت ليه بلا ما نجاملك، ومشيت وعاودت ودخلت وخرجت باش نشوف داك الشيء واش هو هذاك، ولقيت شوف محله سواء من استقبال تاع رجال الامن او الاجهزه ديالهم، الماتيريال اللي لابسينه، الطريقه ديال التعامل، الوقفه، الكونترول، واحد النيفو مستوى عالي. دونك بين المغرب في هذه النقطه هذه بان راه حنا مستعدين ننظموا حوايج اخرى اكثر من الكوب. وهذه ماشي غير تنقولوا هضره ديالي، راه هضره ديال عدد ديال الناس او لي زيكسبير اللي تلاقيت بهم في الامن واللي كينشدوا بهذا المجهود اللي دار. خلاصه في الموضوع ان هذه الفتره اللي جينا نديروا لها واحد الخلاصه ديالها اللي هي ديال عام ونص، داروا فيها انجازات كبيره تنقولوا، وكنشوف غير الخير فيها، ان كاين واحد التغيير غادي بواحد الطريقه تنقولوا مرتفعه لصالح رجل الامن هو الاول، حيت رجل الامن اللي كان مامن ومرتاح في خدمته ونقصوا ليه المشاكل ديالو سواء الاجتماعيه، الاقتصاديه، الماديه، النفسيه، وهذا دونك غادي قد يكون يخدم احسن المواطن ديالو، وغادي يكون هو او سيرفيس ديال المواطن، دونك غادي يعطيك واحد النتيجه. تنشوف بلا كاين تغييرات كبيره وغادي يكونوا، خصنا ننتظروا ونعطيو للسي الحموشي الوقت ديالو، ان اللي بين عليه في هذا العام ونص راه ما بينو حتى شي واحد وباقي تنكررها. تنظن الا عطينا واحد الفتره خمس سنين اخرى تنظن غادي نوصل لواحد المستوى عالي تنقولوا، ولكن في نفس الوقت خاص المواطن يعاون واحد الجهه. المواطن كيفاش غيعاون؟ خاصو يبدا يبلغ انفورمي انونيم، ما تعطيش السميه ديالك كاع ما بغيتيش، ما تقول والو، غير عطي المعلومه، بلغ على شي جريمه طرات ليك. كاين شحال من واحد تيقول لك ما غيديروا ليا والو انا ما مشيتش نبلغ، كيفاش؟ دونك الا ما مشيتش تبلغ ما تجيش تقول انت من بعد راه ما داروا ليا والو، راه انت ما بلغتيش. هذه من جهه، واللي تنطلبه وكنتمنى هو ان رجل الامن اللي هو البوليسي سواء الصغير ولا الكبير حتى هو يبذل المجهود ديالو لمصلحه المواطن ومصلحه الاداره ديالو، ان كل واحد خاصو يعطي، نتلاقاو تنقولوا في نص الطريق وكل يدير يعطي المجهود ديالو باش نمشيو للقد.